والآن أدعو السيد بختار سعدوف، عفوا، الآن أدعو معالي السيد عبد الله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The custodian of the two holy mosques. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، سمو ولي العهد ورئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن نعيش، نريد السلام، نريد الطب والعلاج والدواء والتعليم والغذاء، نريد أن نعيش كأطفال. هذه كلمات أطفال أبرياء من فلسطين عقدوا مؤتمرا صحفيا في مستشفى الشفاء في غزة، موقع الذي تعرض لهجمات مكثفة من الجانب الإسرائيلي. هؤلاء الأطفال يجب أن يعيشوا حياة بلا هموم في أحضان آبائهم المحبة، أن يدرسوا في المدارس وأن يلعبوا مع أقرانهم وأن يجهزوا أنفسهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها. يجب أن يملأهم الأمل والأمنيات بمستقبل واعد. إلا أن هؤلاء الأطفال الفلسطينيون الأبرياء اليوم يرجون للحفاظ على حياتهم وينعون وفاة ذويهم وآبائهم وأحبائهم من أصدقائهم ومعلميهم. أمالهم ومستقبلهم وأمنياتهم تطحن وتدهس أمام أعينهم في وضح النهار. أصحاب المعالي، إن حماية هؤلاء الأطفال وشعب فلسطين يجب أن يكون أولويتنا. إن حياتهم وحقوقهم وحريتهم يجب أن تكون المحورية والمركز في قضيتنا، وهي القضية المركزية لمنظمتنا نفسها. لا يمكن أن نسمح للأكثر هشاشة أن يصبحوا مجرد أضرار جانبية في نزاع آخر يفشل المجتمع الدولي في حله. وفي الحقيقة لا يمكننا أن نتحمل أن يدفع هؤلاء الأطفال الأبرياء والمدنيون الأبرياء الثمن وأن يعتبروا مجرد أضرار جانبية. من العاري أن نواصل الجدل ما إذا كانت حياتهم مهمة أم لا، من العاري أن نواصل وأن نستمر في طرح السؤال ما إذا كان الموت أو الموتى يجب أن يثبتوا أنهم فعلا ماتوا. إن حالة الشعب الفلسطيني ما زالت تواجه الموتى والدمار واليأس، لا يمكن أن يستمر ذلك ولا بد أن لا نخذلهم. لذلك لا بد أن نعمل بقوة على أن نواصل إدانة العدوان الإسرائيلي العنيف ضد المدنيين في قطاع غزة، ويجب أن نواصل العمل تجاه إيقاف فوري لإطلاق النار، ويجب أن نكون صوتهم المسموع. وبذلك اسمحوا لي أن أعبر نيابة عن الرئيس إبراهيم محمد صالح وحكومة وشعب المالديف عن امتناننا الخالص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس الوزراء المملكة العربية السعودية على جمعنا معا هنا في هذا الوقت الحساس على هذه القضية المركزية لأمتنا. نمدح ونشد ورحب بقيادتكم لاتخاذ اللازم في هذه الإجراءات وإيجاد الحلول. أصحاب المعالي والفخامة، إن العقاب الجماعي انتهاك للقانون الدولي الإنساني وهو جريمة حرب، لكن ذلك ليس فقط ما يواجهه وما يواجهه الأبرياء المدنيون في غزة. ولذلك فإن الموقف في غزة الإنساني يسوء ساعة بعد أخرى. المدارس والمستشفيات وملاجئ الإيواء تستهدف كل يوم، ولا يوجد مكان آمن، ويعاني أهل غزة بدون دواء ولا غذاء ولا كهرباء ولا ماء. إنه مسألة وقت فقط حتى تنفد منهم السلع والأشياء الأساسية. يجب أن نتأكد أن الدعم الإنساني يلبي الاحتياجات الإنسانية، ولذلك يجب أن نحث على فتح الممرات الإنسانية الآمنة لضمان أن المساعدات تدخل إلى غزة بأمان وبالحجم المطلوب وبالكميات المناسبة. ولذلك نحن نتعهد بالتبرع ب2 مليون
علبة من التونة لأهل غزة، وهذا رمز لتضامننا مع أهل غزة وأهل فلسطين. أصحاب المعالي والفخامة والجلالة، نؤمن أن الاستقرار والسلام في فلسطين هو أهم شيء في الشرق الأوسط ويكمن في حل الدولتين، لكن كيف يصل إلى هناك؟ إن الطريق إلى الحل الدائم لا يمكن أن يتم تمهيده بالدماء والجثث للأبرياء والمدنيين. أستغل هذه الفرصة لأعيد التأكيد على دعمنا الثابت والراسخ والتزامنا تجاه الشعب الفلسطيني وإدراكنا لحقوقهم الأصيلة والشرعية وتطلعاتهم المشروعة لدولة مستقلة بناء على حدود ما قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أصحاب المعالي والفخامة، كل يوم ينتحب وينعى الشعب المالديفي أشقائه في غزة، ونتمنى لمن قضوا أعلى درجات الجنة، لن نتوقف حتى ننهي معاناتهم. إلى إخواننا وأخواتنا في فلسطين، أنقل لكم رسالة من شعب المالديف، نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نتهاون أبدا في المناداة بحقوقكم. هذه نفس الرسالة نكررها دائما في كل دولتنا عبر الأمة بالكامل. إخواني وأخواتي، يجب أن نواصل المكافحة لتحقيق للوصول إلى حقوقهم ولإيقاف إطلاق النار فورا، وأن نوصل اللازمة لأهل فلسطين. شكرا لسموك.